احنا هنا في جامعة المنصورة نجحنا في إنتاج أول لقاح للحساسية معاير ومجرب، ونتيجة خبرة سنوات طويلة وتعاون ما بين كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الزراعة اشتركت في إنتاج هذا اللقاح. اللقاح بيوزع على مستوى الجمهورية على الجامعات المختلفة. نتيجة اللقاح المصري تكلفته ان هو اقل بكتير جدا من المنتج المستورد، ومناسب اكتر لانه مصنع من الحاجات المحلية اللي موجودة في البيئة المصرية. احنا هنا كلية الصيدلة وحدة تحليل الأدوية، دورنا الاساسي بالنسبة للقاح الحساسية اللي هو منتج محلي 100% ان احنا نقوم بحاجتين. اول حاجة عندنا هي دراسة ثبات المنتج ده بالنسبة لمستشفيات جامعة المنصورة، وبالنسبة للمنتج الخاص بفاكسيرا بنعمل دراسة ثبات للمنتج، زائد ان انا بشوف تركيز البروتين اللي موجود فيه مظبوط ولا لا قبل ما يستعمله اي مريض. والحمد لله احنا نجحنا لحد النهاردة ان يوصل لاكتر من 7000 مريض ويتعالج بيه ويجيب فعالية في 86% من الحالات بالنسبة لجامعة المنصورة او البرودكت اللي بيقدمه المنتج اللي بيقدمه المصري واللقاح. اهم حاجه بتميز المنتج بتاع جامعه المنصوره بالنسبه للقاح الحساسيه هو التكلفه بتاعته زائد الامان والفعاليه. هو فعال جدا لانه مستخدم منتج من مواد خام مصريه ومحليه من البيئه المسببه للحساسيه الموجوده فعليا عندنا، زائد ان الكوست بتاعته تكلفته 2% من تكلفه اللقاح الشبيه بيه المستورد، يعني مستورد بيوصل ل 1000 جنيه وهنا ب 20 جنيه، 2% بالظبط من التكلفه مع امان اكتر وفعاليه اكتر. الحقيقة المشروع ده بدأنا فيه من 2013، في الأول كان بالتعاون مع جامعة ديوك في أمريكا، وكنا بنحتاج التكنولوجي بتاعتهم إن هم يساعدونا فيه. الحقيقة في آخر سنتين احنا بدأنا نطور إن احنا نشتغل الشغل كله في مركز البحوث جامعة المنصورة. الحمد لله طورنا الاختبار. آخر سنتين كان في تمويل من أكاديمية البحث العلمي حوالي 830,000 جنيه، وبدأنا نعمل الاختبار المبدئي هنا لغاية ما وصلنا إن احنا نشرنا البحث في كذا دورية علمية محكمة. ببساطة هو الاختبار ده هو الاختبار الوحيد اللي لغاية دلوقتي يقدر يكتشف وجود الشلل الرعاش أو بداية حدوثه قبل ما تظهر الأعراض الإكلينيكية. الكلام ده مش موجود في أي حتة، مفيش أي اختبار أو أي جهاز يقدر يشخص المرض ده لغاية دلوقتي في العالم. بناء على النجاح ونشر الأبحاث بتاعتنا، النتائج اللي اتنشرت ديت الحمد لله تلقينا عروض من جامعة كيل في ألمانيا، جامعة ميسينا في إيطاليا، ومعامل في السويد وإنجلترا إن هم عاوزين يتعاونوا معانا. الجديد إن هم عاوزين يبعتوا لنا عيناتهم عشان إحنا نحلل عندنا بدل ما كان زمان إحنا بنبعت العينات. كمان في بعض الشركات العالمية بقت عاوزة تطور الاختبار ده عشان يدخل في مجال الصناعي بقى، تلقيت عروض من شركات أجنبية إن هي عاوزة تستغل الاكتشاف دوت عشان يبدأوا يصنعوه على مستوى أكبر، طبعا يطبقوا عليه تكنولوجيا أكتر. المشروع مشروع بحث المواد من جامعة المنصورة بغرض إنتاج مادة تستخدم كبديل للعظام الطبيعية. المادة إحنا لقينا في بداية المشروع إن المادة دي موجودة في السوق المصري، لكن موجودة بتكلفة عالية وبالتالي مش كل الناس هتقدر تستخدمها. عرضنا الفكرة على السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، هو اهتم بالمشروع وبالفكرة، وبالفعل عملنا المعمل متخصص لإنتاج المادة دي. احنا بنستخدم الناتشورال ريسورسز اللي هي البين بون، بنستخدم الكورتيكال بون، بنستخدم الكانسيلاس بون، ده بيقدر يدينا اكتر من فورم، بنقدر نحصل منها على سويد سكافولد، بنقدر نحصل منها على بالك، بنقدر نحصل منها على باودر، بنقدر نستخدمها في كل المجالات سواء في الدنتال او بنستخدمها في جراحات العظام. احنا عارفين اكتر من 65% من عمليات الاسنان بتحتاج بشكل او باخر لعظام بديله. توفير المنتج ده في السوق المحلي هيقلل التكلفة وهيخلي شريحة أكبر من الناس تقدر تستخدمه. احنا الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى قدرنا نوصل لبيوريتي عالية جدا لا تقل عن أي جودة منتج موجود في السوق. احنا عملنا عينات تجريبية جاهزة للاستخدام الطبي المباشر، وإن شاء الله نطمع أن في خلال مدة قليلة يكون في منتج موجود في السوق المصري يقدر ينافس المنتجات الأجنبية ويوفر العملة الصعبة للدولة. كروان، برنامج للتأهيل السمعي التخاطبي. كروان، أول برنامج طبي من نوعه على مستوى العالم العربي. كروان يقوم بتأهيل الأطفال ضعاف السمع وخصوصا الأطفال ذوي القوقعة السمعية. كروان بيضم 10 شخصيات كرتونية اترسمت مخصوص لتحفيز الأطفال على التدريب.
كروان بيتكون من 7 مراحل أساسية بإجمالي 880 شاشة، وبيحتوي كروان على 640 شاشة اختبار لتقييم مستوى التقدم السمعي واللغوي للأطفال في كل. الموضوع عبارة عن تغليف اليوريا بطبقة مزدوجة. معظم الأفكار الدولية أو العالمية بيستخدموا تغليف اليوريا بطبقة واحدة بمواد مختلفة طبعا كتيرة جدا، منها البوليمرز وصخر الفوسفات إلى آخره، من مواد كتير ممكن يتعمل بها الفكرة دي. احنا فكرتنا كانت ان احنا نغلف اليوريا بطبقتين، طبقة كيماوية بنسميها يورييز انهيبيتور، اي مادة ممكن تستخدم في اليورييز انهيبيتور، وجربنا وقدرنا ان احنا نوصل للصوديوم ثاني سلفيت ان هي تستخدم كمادة كيماوية في التغليف الاولانية، والتغليف الثاني استخدمنا فيه صخر الفوسفات، وقدرنا بكده ان احنا نقلل كمية النيتروجين الفاقد من حباية اليوريا بمعدل عالي جدا يوصل ل 90%، يعني بنحافظ على كمية اليوريا داخل الحباية، وبتبقى بطيئة الانسياب، وبالتالي بتعطي النبات احتياجاته على مدى موسم النمو. هنتكلم على مشروع تحت مسمى تقنية اقتصادية وطنية لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وكانت فكرة المشروع دي بتتواكب مع سياسة استصلاح الأراضي بالذات في المناطق الصحراوية. المشروع بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في مصر هي المولاة، وإحنا وصلنا فيه لبرضك لخطوات جادة في تصنيع المنتج بحيث يكون التقنية وطنية مصرية، حتى المكنة اللي احنا مستخدمينها في الضغط بتاع الكمبوست والكلام ده تصنيع محلي، وبنستخدم فيها المخلفات الزراعية اللي معظم بيشوفها ان هي فيها مشاكل، وانما احنا بنشوفها من رؤية تانية خالص ان هي عناصر غذائية والمفروض ان احنا نستغلها في استصلاح الاراضي. انا معايا نموذج للمنتج اللي احنا عملناه، هو عبارة عن كمبوست مضغوط معالج بيحتوي على العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات. الكمبوست الفدان بيحتاج منه كميات كبيرة جدا، بالظبط كل نبات بيحتاج كور زي ده كده بيبقى محطوط تحت النبات، كمان في العناصر الغذائية اللي ممكن النبات يحتاجها، او يعني اكبر كمية من العناصر الغذائية ممكن يحتاج تكميل بعد كده بس حاجات قليلة، كمان بيحتفظ بكمية مية عالية جدا، وبالتالي بيوفر في كميات المياه اللي بيحتاجها النبات أثناء الري. هو الجهاز اللي معانا جهاز محمول يعمل بالطاقة الشمسية لاستخلاص المياه من الهواء الجوي باستخدام محلول مصل رطوبة اللي هو كلوريد الكالسيوم بتركيز 30%. الجهاز ده تم عرض فكره الاختراع في معرض جنيف للابتكارات في وخد الحقيقه الميداليه الفضيه. تعتمد فكره الجهاز بتاعنا على استخلاص البخار المياه من الهواء الجوي عن طريق استخدام محلول مصر الرطوبه اللي هو كلوريد الكالسيوم. تم عمليه استرجاع المياه في النهار عن طريق استخدام الطاقه الشمسيه. الجهاز بتاعنا ممكن استخدامه في الاعمال المدنيه كرحى زي الرحاله مثلا في الصحراء، او للجنود في العمليات العسكريه. احنا في جامعة المنصورة فكرنا ازاي نبدأ نواجه الظاهرة ديت ونوجد لها حل، خصوصا ان ده كان توجه عام للدولة ان هي تبدأ تكافح ظاهرة الغش الالكتروني. فكرنا في تصميم جهاز، الجهاز ده بيسمح بكشف وسائل الغش الالكتروني داخل اللجان سواء كانت موبايل او بلوتوث او اي وسيلة بيستخدمها الطالب داخل لجنة الامتحان في الغش. احنا بدأنا الأستاذ دكتور رئيس الجامعة اهتم بصفة شخصية بالموضوع ده وبهذا المشروع ودعمه بنفسه. احنا عملنا أول تجربة ميدانية في دور امتحانات مايو سنة 2015، ونزل معنا رئيس الجامعة بنفسه، قدرنا نعمل في أول تجربة للجهاز للنموذج التجريبي اللي كنا عاملينه، وتجربة ميدانية ناجحة وقدرنا نضبط بها حالات غش. احنا طورنا الجهاز ده وأصبح الجهاز
يعني أخف وزنا وأقل حجما وزادت فعاليته، وجربناه في موسم الامتحانات التالي في يناير ومايو 2017 وحقق نجاح كبير جدا على أرض الواقع.